طابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. هذه جولة إخبارية لأهم المستجدات المحلية والعربية من البوابة نيوز، والبداية من القاهرة. قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من الوزارة لزواج اليتيمات والطلاب الفقراء والمرضى المزمنين. وفي سياق آخر، أكد الوزير على أنه سيتم افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الدعاء من الداخل والخارج خلال شهرين بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بتكلفة 300 مليون جنيه. في الشأن العربي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن فصائل المعارضة المسلحة فجرت جسرين في محافظة حماة، وذلك لإعاقة تقدم قوات سوريا. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن الجسرين يقعان في منطقة سهل الغاب بمحافظة حماة القريبة من إدلب، ويربطان بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة ومناطق سيطرة الجيش السوري. في الشأن العالمي، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية دعوة فرنسا لإجراء مزيد من المفاوضات مع طهران بشأن الاتفاق النووي، قائلة إن هناك ما وصفته بالتنمر والمبالغة من جانب بعض شركاء باريس، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ورياضيا، ينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري موقف المدير الفني للمنتخب خافير أجييري من أجل منح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي شارة كابتن الفريق أمام منتخب النيجر في المباراة المحدد لها يوم 8 سبتمبر المقبل، وذلك في التصفية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بعد الاتفاق على وضع المقترح أمام المدير الفني ليكون هو صاحب القرار النهائي. أخيرا وفنيا، تصدر الفنان عمرو دياب ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب الانتهاء من إحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي والذي لاقى حضورا جماهيريا كبيرا. مشاهدو البوابة نيوز، يمكنكم المشاركة دوما بآرائكم وتفاعلاتكم عبر موقعنا الإلكتروني البوابة نيوز. ختاما، نشكر لكم طيب المتابعة. في أمان الله.